السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة أجاكسيو ضد باريس سان جيرمان. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذن سيواجه نادي أجاكسيو غدا الجمعة نادي باريس سان جيرمان ضمن مباريات الدوري الفرنسي الليك آن، وسيسعى زملاء الوافد الجديد لنادي أجاكسيو نجم الخضر يوسف بلايلي على تحقيق نتيجة إيجابية ضد متصدر الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي. وستنطلق مباراة أجاكسيو ضد نادي باريس سان جيرمان بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت الجزائري. وأشارت عدة تقارير فرنسية أن مدرب أجاكسيو سيبدأ بنجم الخضر يوسف بلايلي أساسيا في هذه المباراة. والآن لنعرض عليكم القنوات الناقلة لهذه المباراة.